بشكل تدريجي يعود الهدوء إلى سوق البيرين بمديرية المعافر بعد أيام من الاشتباكات التي اندلعت هنا بين الوحدات المتقاتلة. الهدوء هذا عاد بعد نجاح لجنة التهدئة في إيقاف الاقتتال وانسحاب القوات التي كانت متواجدة هنا وانتشار قوات الأمن الخاصة في سوق البيرين. كما تشاهدون معي هنا يعود الهدوء تدريجيا إلى المنطقة. بعض المحلات ما تزال مغلقة وبعضها عاد لفتح محلاته، الأغلبية ما تزال مغلقة تخوفا من ما حدث سابقا. وكما تشاهدون هنا قوات الأمن الخاصة انتشرت في السوق وتسلمت مهام الأمن رسميا في هذه المنطقة بعد الانسحاب للقوات المتقاتلة هنا. القوات التي جاءت من مدينة تعز والتي تتشكل من عدد من الألوية العسكرية والشرطة العسكرية والأمن العام عادت إلى مدينة تعز وانسحبت قوات اللواء 35 مدرع وكتائب أبو العباس بالاتجاه الآخر. قبل قليل التقينا رئيس اللجنة اللواء الركن عبد الكريم الصبري، أكد الانسحاب من هذه المنطقة وإيقاف الاقتتال وانتشار قوات الأمن الخاصة، ودعا المواطنين إلى العودة إلى أعمالهم في سوق البيرين وفتح محلاتهم وكذلك عودة النازحين الذين فروا جراء المعارك العنيفة التي استمرت لأيام في هذه المنطقة. كما تشاهدون الهدوء يعود بشكل تدريجي وليس كامل إلى المنطقة بانتظار الانسحاب الكامل وعودة الهدوء الكلي إلى المنطقة. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من سوق البيرين بمديرية المعافر تعز.